أول ما ظهر التلفزيون تحرج مشايخ من الظهور بسبب الصورة، والشيخ باز رحمه الله من الناس الذين لم يظهروا في التلفزيون في برنامج مثلا معين، وكان له رأي مختلف في الصورة، يعني أنه يمنعها في المشهور يعني من قوله ومذهبه. ففي أحد المجالس تم تداول هذا الموضوع، خروج المشايخ في التلفزيون، عدم خروجهم، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه ليخرجوا الذين مقتنعون بأنهم مقتنعون بأن الصورة لا بأس بها والخروج في التلفزيون مفيد، عليهم أن يخرجوا، والذي يرى أن هذا لا يجوز وهذا حرام عليه أن لا يخرج. حقيقة هذا فيه اعتدال، بحيث أنه يعني لا يتم الخروج عن الضوابط الشرعية، وفي نفس الوقت لا يتم تجاهل الواقع ومتطلباته وظروفه واحتياجاته.